البرلمان الجزائري يتبنى بأغلبية ساحقة التعديل الدستوري الذي ينص على إلغاء تحديد الولايات الرئاسية. المرشح العلماني نير بركات يفوز رسميا بانتخابات رئاسة بلدية القدس. وفي نيويورك انطلاق الاجتماع رفيع المستوى حول الحوار بين الأديان وثقافة السلم. الواحدة زوالا بالتوقيت العالمي، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ميديان سات. تبنى البرلمان الجزائري اليوم بأغلبية ساحقة مشروع التعديل الدستوري الذي ينص بالخصوص على إلغاء تحديد الولايات الرئاسية المحددة في 2. وقد صوت لصالح المشروع 500 نائب فيما رفضه 21، وامتنع 8 آخرون عن التصويت. وفي كلمة أمام النواب أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى أن التعديل سيبقى وفيا لمقتضيات الدستور، فيما أعلنت أحزاب أخرى ومن بينها جبهة القوى الاشتراكية وتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أعلنت معارضتها للمشروع، واصفة الخطوة بأنها ضربة قوية للدستور. وللتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد زيتوت، حيازة مشروع التعديل الغالبية الساحقة من أصوات نواب البرلمان يوحي وكأن الكل يريد التمديد لبوتفليقة عكس ما يروج داخل الأوساط السياسية في الجزائر. البرلمان الجزائري إذا شئت، هو كلمة برلمان كلمة مبالغ فيها لأن هي غرفة للتسجيل أكثر من شيء آخر، والأحزاب المسيطرة عليه هي أحزاب أقرب منها إلى صناعة إدارية منها إلى أحزاب شعبية حقيقة، وبالتالي لم يكن أحدا يتوقع أن تكون هناك أي معارضة داخل ما يسمى بالبرلمان. لكن المعارضة موجودة خارج، موجودة لدى الشعب الجزائري، أغلبية غالبة من الجزائريين يعارضون، موجودة لدى بعض الحركات، بعض التنظيمات التي غير مؤسسة في أحزاب ولكنها موجودة على أرض الواقع، وموجودة على الواقع الجزائري. الواقع الجزائري مر مأساة حقيقية، 17 سنة من حكم الطوارئ، 17 سنة من ضياع حقيقي لهيبة الجزائر كمجتمع كدولة. الشعب الجزائري وهو غني جدا وأراضي غنية جدا، ولكنه شعب الآن أكثر من 40% تحت خط الفقر، سيد زيتوت غالبا تريد أن تهجر البلد. سيد زيتوت، استنادا إلى ما قلتم، هناك احتقان اجتماعي رغم مداخيل النفط يوازيه أيضا ضبابية في المشهد السياسي. سؤال مطروح، إلى أين تتجه الجزائر؟ للأسف تتجه إلى ربما سنرى أسوأ مما رأيناه إذا لم تكن هناك ناس راشدين، ناس يتوجهون بالفعل لتغيير الأوضاع، فإننا ربما نتوجه إلى مأساة ربما نجد أنفسنا حتى في وضع ما كالصومال، يعني لأنه الوضع وصل إلى حد غير مقبول وغير معقول. هناك احتقان شديد جدا داخل الشارع الجزائري، لا يكاد يمر يوم إلا وهناك انتفاضات في مدن في قرى تقريبا يوميا، بما حتى الصحافة التي تخضع إلى حد ما إلى جهاز المخابرات لا يمكنها إلا أن تنشر في كثير من الأحيان انتفاضات الشباب في قرى في مداشر في مدن. الأوضاع بائس، والناس ترى أن الجزائر الغنية بعشرات المليارات المتواجدة الآن في البنوك الأمريكية والغربية، شعبها يأكل، كثير منهم يأكلوا من المزابل، واللي ما يأكلوش من المزابل يجدون في أوضاع سيئة، بدون عمل أو بدون سكن أو مشاكل نقل، مشاكل صحة، مشاكل التربية، مشاكل التعليم، مشاكل بلا حدود، إلى وضع قد يؤدي لا قدر الله إلى وضع انفجار اجتماعي كبير كثيرين يتنبؤون به في الربما الأخر القادم. العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. في الجزائر دائما هددت نقابات موظفي القطاع الصحي بمواصلة إضرابهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، فبعد 3 أيام من الإضراب دعا موظفو القطاع الحكومة إلى تحسين وضعيتهم وهددوا بالدخول في إضراب جديد لمدة أسبوع شهر ديسمبر المقبل إذا لم تتحقق مطالبهم.